يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل سارق في منزلي ووجدته فهل يجوز لي أن أقتله؟ هذا صائل تدفع بالتي هي أسهل، تدفعه بالتي هي أسهل، وأما القتل هذا يحتاج إلى تحقيق. أخاف أنك عازمه تبع علشان تقتله تقول داخل يسرق، ما يصلح هذا، لازم من ثبوت أنه صائل وأنه معتدي وأنه ما اندفع إلا بالقتل، يحتاج إلى تحقيق. ولا كان كل من يريد أن يقتل واحد يحتال ويدخله ويقتله يقول هذا جاي يسرق، والمعافى من عافاه الله. أسأل الله العافية. نعم.